مرحبا رويدة وجمال. إذن مشاهدينا، لكم هذه النافذة من واشنطن مواكبة للانتخابات الأمريكية، وأيضا مواكبة لصحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فريقه الطبي إنه في فترة سابقة تحديدا نهار الجمعة احتاج الرئيس الأمريكي لبعض الأكسجين، وأيضا بالإضافة إلى هذه الكميات التي كان هناك لغط حول ما إذا كان احتاجها بالفعل ومتى، قال بأن هناك ارتفاعا في درجة الحرارة عانى منها الرئيس الأمريكي، وذلك تحديدا يوم الجمعة الماضي. نستمع لهذا المقتطف من المؤتمر الصحفي الذي عقده فريقه الطبي. حالة الرئيس مستمرة في التحسن، وكما هي الحالة مع أي مرض هناك تباين في المؤشرات لأي مريض، خصوصا أن الرئيس يخضع لمراقبة دائمة على مدار الساعة. نحن نراجع النتائج ونقيم مخاطر أو فوائد أي تدخل طبي. وخلال مرضه تعرض الرئيس في مرتين لانخفاض في مستوى الأكسجين في دمه. ناقشنا أسباب ذلك واحتمالية القيام بأي تدخل، واتخذنا قرارا بإعطاء الرئيس عقار ديمكسيفازون. الفريق الطبي قال أيضا بأنه في حال استمر الرئيس الأمريكي بالتحسن وأصبح في وضع أفضل فإنه قد يخرج من المستشفى في وقت قريب جدا ويتابع العلاج في البيت الأبيض. واقع الأمر أن الرئيس يبلي بلاء حسنا ويستجيب للعلاج، وكما أكد الفريق إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فسننظر في إمكانية خروجه من المستشفى وعودته إلى البيت الأبيض. ولمتابعة أكثر من التفاصيل معنا من المستشفى العسكري حيث يعالج ترامب مراسلنا وسام زين الدين، وأيضا مراسلتنا جويس الحاشوري من ويسكنسن. أبدأ معك وسام، تحديدا من تفاصيل إضافية عما ذكره الفريق الطبي حول صحة الرئيس الأمريكي، هل يعني بذلك يحسم الجدل الذي كان قائما عن أنه يعني حصل على الأكسجين أم لا؟ وكان الفريق الطبي حاول تجنب ذلك الإجابة على ذلك في مؤتمر صحفي سابق. نعم نجلاء، بالفعل لربما العنوان العريض لهذا المؤتمر الصحفي الذي أقامه الفريق الطبي المختص والمشرف على حالة الرئيس دونالد ترامب هو أن الرئيس يتعافى بشكل جيد كما قالوا، وأنه على استعداد الخروج من المستشفى من مستشفى والتر ريد حيث نتواجد. يدرسون بالفعل إمكانية خروج الرئيس يوم غد الاثنين بحسب ما قالوا، لكن حتى اللحظة لا شيء محسوم بالنسبة لهذا الموضوع. هذا ما جاء في المؤتمر الصحفي إضافة للأخبار التي تحدث بها الأطباء حول نقص كمية الأكسجين التي عانى منها الرئيس والتي نزلت إلى ما دون 94 أو تحديدا عند 94 نسبة الأكسجين كانت في دم الرئيس دونالد ترامب كما قالوا. اليوم قالوا إنه يشعر بتحسن وهو قادر على المشي أيضا ولم يعاني من آثار جانبية بعد أخذه للجرعة الثانية من العقار الذي يعالج به الرئيس أو من مجموعة العقارات من ضمنها وعلى رأسها عقار ريميدي سفير كما تحدث الأطباء. العنوان العريض وما تم في المؤتمر الصحفي كان له انعكاس كبير على الحالة أمام المستشفى عند المدخل الرئيسي لأنصار ترامب كما سنتابع الآن في هذه الصور نجلاء. بالفعل كما أسلفت في نشرة سابقة الأعداد في تزايد كبير عند بوابة المستشفى العسكري والتر ريد، هؤلاء من أنصار الرئيس ترامب. كان طبعا له انعكاس كما تحدث على المؤتمر الصحفي مباشرة بعد المؤتمر الصحفي، قدم إلى هنا عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب. نعم نجلاء،
نعم وسام، ربما المؤتمر الصحفي هذا كان الأوضح حيال صحة ترامب بعد الجدل الذي يعني تابعناه في الأيام الماضية. كان هناك حديث كبير عن انعدام الشفافية بإيفاء معلومات كافية ووافية، وربما هذا أثار ردود فعل. هل هناك أصداء للمؤتمر الصحفي اليوم ويعني اكتفاء بهذه المعلومات من ديمقراطيين ربما أو حتى من أوساط ترامب نفسه؟ نعم، في الحقيقة من جانب الديمقراطيين نجلاء لم يتم صدور ربما موقف واضح حيال هذا المؤتمر حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها على الهواء مباشرة، لكن كان هناك تطورات لافتة. مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين كان قد تحدث لوسائل إعلام أمريكية وقال أن الرئيس ترامب قد يقعد أو يبقى في المستشفى بالأحرى لمدة زمنية إضافية، وهو بالفعل يضحض ما جاء في المؤتمر الصحفي إن صح التعبير. أيضا كان هناك تصريح لافت للمستشار السابق للسياسة الصحية في عهد الرئيس أوباما، ويمكن أن يحسب في جانب الديمقراطيين وتعليقا على ما يحدث. قال المستشار السابق إيزيكيل إيمانويل إن الوضع هو أسوأ بكثير مما يعلن عنه. صحة الرئيس الأمريكي ليست بحالة جيدة كما قال، وطبعا شكك في التقارير التي تحدثت عن موعد إصابة الرئيس الأمريكي، وقال إذا كان الرئيس قد أصيب في الحفل الذي تمت إقامته في البيت الأبيض لإعلان مرشحة الرئيس ترامب للمحكمة العليا في 26 من شهر سبتمبر الماضي، فإنه من غير المنطقي أن يمرض بسرعة ويتطور المرض لدى الرئيس الأمريكي خلال الأيام التي تلت هذا التجمع أو هذا الحفل للإعلان عن مرشحة الرئيس للمحكمة العليا، وهو تحدث عن أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وقال من غير المنطقي أن تسير الأحداث بهذا الشكل مع الرئيس الأمريكي. شكك بشكل كبير بما يتم الإعلان عنه نجلاء. إضافة لهذا ما زال الجدل دائر حول موضوع تعاطي الأكسجين للرئيس أو إعطاء الأكسجين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة لما ورد في اليومين السابقين تحديدا. نعم نعم وسام، ولكن يعني بعد هذا الجدل كما تابعنا الفريق الطبي حاول حسم ذلك وقال إن الرئيس الأمريكي حصل على كميات من الأكسجين يوم الجمعة. أتحول إلى جويس الحاشكوري في ويسكنسن. جويس، يعني بعض التقارير المنشورة اليوم في الصحف الأمريكية تحدثت عن أنه ربما هذه المرة الأولى التي يمرض فيها رئيس أمريكي ولا يكون هناك تضامن أو يعني وحدة في المجتمع الأمريكي حول الرئيس والتفاف حوله، هناك انقسام حاد تقول بعض الآراء. كيف يعني هذا تتابعينه في ويسكنسن؟ هل هناك فعلا انقسام حول صحة الرئيس وليس فقط حول الرئيس؟ ليس هناك انقسام فعلي حول صحة الرئيس، أو أقله هذا ما لم نشعره هنا من خلال حديثنا إلى المواطنين، ولكن من دون شك هناك نوع من الاستهزاء بالمواقف السابقة للرئيس دونالد ترامب حول كوفيد 19، وهناك اليوم البعض يقول أن مقاربته لهذا الملف ستكون موضع تقييم من قبل الشارع هنا في ويسكونسن، خصوصا وأن هذه الولاية كما ذكرت في السابق تشهد منذ بدء يعني تسجيل الإصابات تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات، وعلى الرغم من الإغلاق الذي شهدته الولاية عندما أعيدت فتح المحلات وأعيدت الحياة إلى ما كانت عليه عادت هذه الأرقام لتتصاعد. تحديدا هناك من يقول أن هذا الأمر تساهم فيه عودة الطلاب إن كان إلى الجامعات أو إلى المدارس، ولكن
موازاة الحديث عن كوفيد 19 وعن تأثيره بطبيعة الحال على آراء الناخبين اليوم في هذه الولاية. هناك أيضا تركيز على ضرورة توعية الناخبين اليوم، إن كان الذين سيذهبون للتصويت عبر البريد أو الذين سيذهبون للتصويت المبكر أو الذين سيتوجهون في 3 نوفمبر إلى مراكز الاقتراع. هناك حملات من ناشطين شهدناها بالأمس واليوم لتوعيتهم لكي يتمكنوا من التصويت من دون أن يكون هناك طعن في عملية الاقتراع هنا، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي قال في أكثر من مناسبة أن التصويت عبر البريد أو التصويت في ويسكونسن ستكون له علامات استفهام حول عمليات تزوير وما إلى ذلك. هناك خشية من أن يكون هذا الأمر أو هذه الخطابات هي مقدمة لاعتبار أن هناك تزوير في الاقتراع هنا، خصوصا وأن هذه الولاية التي صوتت لسبع دورات متتالية للمرشح الديمقراطي وعادت وصوتت عام 2016 للمرشح الجمهوري، وهنا أقول أنها صوتت للمرشح الجمهوري بحسب هنا الناخبين فقط لأنهم كانوا يعترضون على شخصية هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية. اليوم يعيدون يعني ترتيب الأصوات، يعيدون تقييم هذه الخطوة التي قاموا بها. الكثير منهم يقول أن التوجه سيكون هذه المرة مجددا نحو الحزب الديمقراطي ومرشحه جو بايدن، ولكن هناك من يقول أن العديد من المواطنين ربما لن يذهبوا إلى التصويت بسبب عدم اعتبارهم أن أي من المرشحين يتعاطون بجدية مع كل الملفات الخلافية أو الملفات المتأزمة في البلاد، وإنما يتعاملون بشخصية المرشح تجاه الآخر. هذه هي الصورة، ولابد هنا من الإشارة ختاما إلى أن أيضا المناطق الريفية في ولاية ويسكونسن سيكون لها بطبيعة الحال كما في كل انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة صوت وازن لتأييد أو حجب التأييد عن أي من المرشحين. نجلاء، شكرا لك جويس الحاج خوري من ويسكونسن، وايضا اشكر وسام زين الدين من امام المستشفى العسكري حيث يعالج ترامب. اذا العامل الاقتصادي هو عامل مهم بالنسبه لاي مواطن وللناخب الامريكي بشكل خاص. المرشحان بايدن وترامب يحاولان ان يقدما برنامجهما بالارقام والشواهد، وايضا هذا الوضع الاقتصادي اصبح مهما اكثر خلال العام الماضي مع انتشار فيروس كورونا والتبعات التي يعني أرهقت كاهل المواطن الأمريكي. ولكن هناك تناقضات كثيرة بين برنامج الرجلين نتابع في هذا التقرير. الاقتصاد في أمريكا كلمة الفصل بين المرشحين الرئاسيين، إنها التكثيف العملي للسياسة وصانعها، وبها يميز كل مرشح نفسه عن الخصم المقابل له. رؤيتان مختلفتان للاقتصاد يقدم بها كل مرشح نفسه أمام الناخبين. ترامب الساعي إلى إثبات وجهة نظره في تحفيز النمو وبناء اقتصاد يعتمد العمالة الكثيفة، يواصل برنامجه الداعي إلى خفض الضرائب ووضع القيود الجمركية على البضائع الأجنبية، رؤية يدعمها الأثرياء المستفيدون الأكبر من هذه السياسة. بالمقابل يطرح بايدن نفسه مرشحا للطبقات الوسطى، إذ يسعى لتطبيق سياسات تلبي العدالة الضريبية وتحويل عائداتها إلى تنفيذ برامج اجتماعية وصحية وتعليمية، كما يسوق بايدن لرؤيته في الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة عبر التحول إلى الطاقة البديلة. اعتبارات عديدة تحكم تحقيق المرشحين لبرنامجيهما الاقتصاديين، أولهما الآثار والتبعات التي تركها انتشار وباء كورونا على البلاد والذي أعاق عجلة الاقتصاد في ظل أزمة ركود تضرب الاقتصاد العالمي برمته. الاعتبار الآخر يتعلق بنيل كلا المرشحين القبول في الكونغرس الأمريكي الذي لا بد أن يمرر بالأغلبية السياسات الاقتصادية المقترحة من قبلهما.
إذن في الانتخابات الأمريكية الولايات عادة ما تكون محسومة خياراتها، أو على الأقل معظم هذه الولايات، منها ما هو معروف تاريخيا بأنه يصوت للديمقراطيين أو بأنه يصوت للجمهوريين، ولكن بعض الولايات تكون متذبذبة في خياراتها في الانتخابات، منها ولاية ميشيغان التي هي من الولايات التي تحسم السباق الرئاسي. تشتهر ميشيغان بأنها ولاية فيها صوت عربي وازن ومركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا العام هي ولاية متأرجحة. تقع ميشيغان في منطقة البحيرات العظمى وسط غرب البلاد، تتمتع بأطول خط ساحلي للمياه العذبة في العالم. أول من سكنها القبائل الأمريكية الأصلية على مدى آلاف السنين قبل أن تصبح جزءا من المستعمرة الفرنسية في القرن السابع عشر، بعدها تحت الحكم البريطاني. كانت الولاية رقم 26 التي تنضم إلى الاتحاد عام 1837. تأتي ميشيغان في المرتبة 11 بين الولايات من حيث المساحة، المرتبة 10 من حيث عدد السكان، أي أن ميشيغان فيها حوالي 3% من سكان الولايات المتحدة. أعضاء الكونغرس الذين يمثلون الولاية يبلغ عددهم 14 فيما يمثلها 16 صوتا في المجمع الانتخابي. ميشيغان أيضا معروفة بأنها معقل صناعة السيارات الأمريكية، منها انطلق مصنعو السيارات الثلاثة الكبرى جنرال موتورز، فورد وكرايسلر. هذا أيضا ما جعل ديترويت رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، ومن المدن الأكثر تنوعا في البلاد. بعد الركود الاقتصادي عام 2008 تدخلت إدارتا جورج بوش وباراك أوباما لمنع انهيار قطاع السيارات في الولاية، وصلت البطالة فيها إلى نسبة 8.7% نتيجة الإغلاق الاقتصادي الذي فرضه انتشار كورونا. تعد من الولايات المتأرجحة التي تساهم في حسم السباق الرئاسي، على الرغم من أنها من ولايات الجدار الأزرق التي صوتت لمرشحي الرئاسة الديمقراطيين بين عامي 1992 و2012، لكنها كسرت القاعدة وصوتت لترامب عام 2016 حيث فاز على هيلاري كلينتون. حينها ترامب تعهد في انتخابات 2016 أن يجعل الولاية محور التصنيع في العالم مرة أخرى، لكن حتى الآن فشلت جهوده. استطلاعات الرأي تعطي تقدما بحوالي 4 إلى 5 نقاط لصالح بايدن في الولاية، وفي عام 2016 صوتت 12 مقاطعة تعرف تاريخيا بأنها ديمقراطية لصالح ترامب. استطلاعات الرأي تشير إلى تحفظ الناخبين في ميشيغان على أداء ترامب في التعامل مع كورونا والركود الاقتصادي، وأيضا مع الجرائم التي ارتكبها أعضاء من الشرطة ضد الأفارقة الأمريكيين الذين يشكلون 14% من سكان الولاية. المعروف عن ميشيغان أن فيها العدد الأكبر من العرب الأمريكيين. هذه الكتلة الناخبة الناشطة تجاريا كانت أقرب إلى الجمهوريين، لكنها تحولت إلى الديمقراطيين بعد اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001. اليوم لدى العرب الأمريكيين هواجس من مواقف ترامب المتشددة، سواء من الهجرة أو من الأقليات. الرئيس الوحيد المتحدر من ميشيغان هو الجمهوري جيرالد فورد، الذي كان نائب ريتشارد نيكسون، تولى منصب الرئاسة لثلاث سنوات عام 1974 بعدما اضطر نيكسون إلى الاستقالة إثر فضيحة ووترغيت. إذن مشاهدينا، كانت هذه النافذة من واشنطن. نعود إلى رويدة وجمال لاستكمال العربي اليوم.